Ito naman po ang aming imumukbang. Roasted. تأتي بسهام الليل، فأقول للظلمة اتقوا الله، تخلصوا من الظلم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. الرسول يقول دعوة المظلوم مستجابة ولو كان كافرا، وفي رواية فاجرا فبجوها نفسه. ودعوة المظلوم تخرق السبع الطباق عن السماوات السبع، ويقول الله لدعوة المظلوم لأنصرنك يا رجل. اتق الله يا عبد الله، اتق الله يا أمة الله، دعوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم مرتعه وفيه نقطة نمان الله أن يخلصنا من الظلم بجميع أسلوبه وأشكاله. كذلك دعاء المسافر فهو مستجاب إذا دعا في سفره، وكذلك الصائم عند فطره وكذلك دعوة المضطر إذا دعوته أنت جل وعلا. كذلك دعوة الوالد والأم لأولادها بإذن الله. حضرة الأسبوع. حدثنا الكرام، لا زلنا نستمع إلى محاضرة إبراهيم بن عبد الله رئيس هيئة الأمن بالمعروف والنهي عن المنكر السابق بعنوان الذي إذا ذكر الله وجل وعلا. في بداية محاضرتي معنى الوحيد والخشية من الله عز وجل أفضل وأعظم الذكر في القرآن الكريم، وقف مع حالنا مع القرآن كما حث على قراءته ثم تناول المحور الثاني وهو الدعاء قبله وعذابه وأسباب الاستجابة. وبعد أحبتنا الكرام يواصل الشيخ إبراهيم الغيث محاضرته بوقفة مع المحور الثالث وهو والمنافق في المسجد كالطير في القفص. الطير في القفص تجد أنه إذا وجد أدنى فتحة ولا هاربا. كذلك تجد بعض الناس إذا دخل المسجد على أحر من الجمر، إن أطال الإمام طاق صدره، وإن تأخر الإمام دقيقتين بدأ ينظر في الساعة وبدأ أين الإمام ليش تأخر. سبحان الله، ألست في روضة من رياض الجنة بإذن الله؟ ألست في بيت من بيوت الله؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال الرجال، لماذا لا تكون من هؤلاء الرجال؟ عليك إذا دخلت المسجد أن ترتاح وأن تطمئن وأن تطمئن، لكن لا تضيع من تنظر الذي كتب لك تضيع وظيفتك وتتأخذ عمدة لحدة المسجد. لكن أنا قلت في وقت فراغك
Lungi talaga pag nakamasin mo, harap mo, no? Bakit kaya, no? Pag may mask, hindi ko maiya, no? Siyempre. Sipisip mo nakamask, eh. Hindi ka makikilala, eh. Ang hulda pa na nakamasin mo, babayas. إذا نكثر من الذكر يا إخوان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أحب ولا إله إلا الله والله أحب وأنت تنتظر في العيادة وأنت تنتظر في مكان في لسانك بإذن الله بالاستغفار بتلاوة ما الذي أنقذه من بطن الحوت؟ اسألوا أنفسكم ما الذي أنقذ يونس من بطن الحوت؟ اسمعوا قوله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين. هل أنت من المسبحين ليلا ونهارا لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه يعني في بطن الحوت إلى يوم يبعث. الذي أنقذه من بطن الحوت ما هو؟ التسبيح. إذن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ينقذك في المواقف العريضة. ينقذك الله من المصاعب والمصائب والمشاكل التي تعترض طريقك. أكثر من التسبيح، أكثر من التحميد والتهليل والتكبير. فسيدنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لما مر به رسولنا في السماوات العلى قال أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة وأن جراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وامتدح جل وعلا عباده بأنهم مستمرون على ذكره وشكره حيث قال عنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. إذا لا يفتر لسانك من ذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر لا يضرك بأيهن بدات. وضرب صلى الله عليه وسلم مثلا للذاكر وغيره بالحي والميت حيث قال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. فأنت تريد أن تكون حي ولا ميت فلابد أنك إذا أكثر من ذكر الله أكثر من التسبيح أكثر من الدعاء أشغل لسانك بطاعة الله أشغل ألسنة أسرتك يقربهم إلى الله ذكرهم بأيام الله انصح أفراد أسرتك لأن يعمروا بيوتكم بطاعة الله وذكره وشكره. وبين صلى الله عليه وسلم فضل لا إله إلا الله في قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدر 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبين صلى الله عليه وسلم فضل مجالس الذكر بقوله فاجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ألا ترهم الله في منهم ألا تريد هذا الخصال الأربع وهذه الأعمال الأربع. إذن حض نفسك وغيرك على مجالس الذكر وعلى مجالس تحفيظ القرآن في المسجد في المنزل حض نفسك وحث إخوانك على تتبع حلق الذكر والذاكرين وعلى حلق العلم والتعليم وكذلك أذكر قبل النوم Thank you so much. Kainan na.